ما ينفعش مع الامتحان ده بس ولا مع بقيه المواد خالص؟ ايه السبب؟ الامتحان حسسنا ان هو كبير جدا. يلا امتحان مش طويل. طب امتحان طويل. الامتحان عامه كان في مستوى طالب متوسط ولا كان صعب؟ حازم ابراهيم. طب كان في نقط نفس شويه. تحب تقول ايه لوالدك ووالدتك النهارده؟ ربنا يكرمك. توفيق النهارده. الامتحان كان عامل ايه؟ كويس الامتحان يعني محطوطش يعني مستوى الطالب اللي مذاكر حد مذاكر كويس جدا. الوقت كان طويل ولا كان مناسب للامتحان؟ الوقت كان مناسب يعني ولا طويل ولا قصير. كويس. طب نظام البخاري كان حلو مع التاريخ ولا مع الفلسفه ولا؟ نظام البخاري مش عارف هو حلو ولا وحش. يعني انت وجه عام كده نظام البخاري حسيته احسن طول السنه ولا النظام القديم؟ بالنسبه لي النظام القديم احسن يعني ليه سلبيات وليه ايجابيات. يعني الايجابيات بتاع نظام البوكلت ان هو بيوفر علينا وقت التسجيل وكده، بس هو طبعا عشان حاجه جديده علينا فاحنا مش عارفين تبقى حاجه صعبه. التسجيل بيبقى صعب قوي. طب فين ان شاء الله؟